واعره ساعه ونص د الخدمه تشري بياسه فري. تخيل معايا هذه في المغرب شحال كنخدم عليها في البني 3 ايام. واش الحباب صافا لكم مزيان بخير؟ هو داك الامور كي دايرين كلشي مزيان هو للدار واحد الكلب المحلي يلا كيفقت. عرفتي عندنا واحد الحراره هنا في واشنطن ستريت، ولكن الحاجه اللي زبونه هنا اليوم وغير على فاش كنت في المغرب هو انه هنا كاين الويدان، كاين البحوره. فيما دورتي راسك غادي تلقى البحوره، دورتي راسك لهاد الجهه غادي تلقى الويدان وهي غاده. كريزي معايا الباش ديال الطوموبيل غير ملوح خاصني نجمعو، غادي نمشي يتسنى صاحبو راه كاين كينبح عليه تمنايا. المهم هذا هو البلان. عماد صاحبي راكم شفتو معايا جاي لعندي، نوريكم واحد البلان زوين كان كيديرو هو في ميريكان وانا كيعجبني بزاف، يعني مره كيعاود ليه وكنشوف داكشي كيدير واعر بزاف اللي هي التجاره. التجاره كتبقى احسن حاجه في العالم كامل. الوغ هو تيدير سوبرفايزر في واحد الوير هاوس، خدام تبارك الله زوين تما، خدام مع المكسيكيين ومراكنا، يعني ما خدامش كاع ما كاين حتى شي عربي او مغربي معاه، هو اللي بوحدو، يعني واحد الخدمه معاه زوينه. وانا يلا جيت من الفاكونس ومازال شاد فاكونس، نزل مرتاح ما كاينش جهدوا راسنا شويه علينا، وجايب معاه واحد الكراتن ديال شي بياسات وداكشي مع هو عنده عند كاري واحد ستورج وكيبقى يبيع، تيدير تجاره يعني كيبقى يبيع ويشري كيبيع ويشري. تبارك الله من احسن الحوايج اللي الانسان يقدرهم يعني يديرهم في الجنب اون ذا سايد. وغادي نستناو يجي باش نمشيو نتلاقى مع واحد خونا، انا لقيت له هذا اللي غيشري هذه العيبه هذه ديال الطوموبيل كيديروها اللور باش كيهزو البيكالاج وداكشي، يعني واحد اللعيبه زوينه. وغادي نمشيو ونبيعوها له وفي نفس الوقت نتحركوا عاوتاني وندوزو نهارنا اشوفوا كيفاش دير معنا. نسميو هذا ميني فلوغ ولا نسميو فلوغ ولا اللي بغيتو. نمشي نعطيو الكريز وولد الماكله ونتحركوا. ما بيبي توغي ما بيبي توغي ما بيبي توغي حليتي الباب وخرجتي عند عماد؟ وفين عماد؟ انا على البيكوف عاوتاني وكذا. صافي هي خليها صافي باش تبسخ واش لنا هي كل زوج. السلام عليكم. مزيان بخير. صحيح هو هذاك الامور. مرحبا اخي عماد، شنو باغي تشرب؟ فودكا، الواين، جاك دانييل. امان درت بحال غادي نسربيه في البار. بغيتي الماء سخون بارد؟ ما سخون ما بارد. شنو بغيتي انت؟ اش الشبكه اللي بقات لي اللي جبت معايا من المغرب؟ اش بقات لي هادشي اصلا اللي جبت؟ هذه عرفتي ديال اش عماد؟ هذه السنايبر هذا الجولف؟ لا لا الجولف هذه لاكان تاع الجولف. هذه لاكان ديال السنوكر. دابا شحال من واحد تيتفرج فيا عمرني صورت له انني كنلعب الجولف ازور ولا السنوكر، ولكن الاخوان واخيرا تقديتها. الناس ديال السنوكر وكذا هذاك الشيء راه غيفهموا هذا البلان هذا. من الشينوا مصنوعة؟ من الشينوا. شوف هنا راه هذا هو الراس ديال السنوكر باش كتعرفوا صغير وراه. انتم الخوت اي واحد فيكم كيقصر السنوكر مزيان نجي نقصرو انا وياه نلعبو بياس واللي خسر يخلص. نمشيو على بركه الله نمشيو نتلاقاو خونا. هادي البيكاب ولا تنقولها البيكوب، انا تنغوت البيكوب البيكوب ديال عماد. مزيان تكون عندك شي بيكوب بحال هادي هنا في امريكا وديما تهز فيها سلعه، ما تحتاجش كاع تفيش كريل عندهم هذيك ديال يوهول. تقطع فيه اللحم خايب البارح الله. اي ما تلقنا خويا الكليم، ما تلقنا الاي سي. والله ما كاين الاي سي. الله صافي خصو تشارجا. نمشيو شارجيو دابا، راه كاينه هذيك اللعيبه ولات 25 دولار خي ايمن. عاين درت السنطاع. نمشي شدنا عاوتاني ما عندناش حتى 300 درهم. عندك 300 درهم ديال السنطاع ولا شي 150 درهم. دابا قول لي خي ايمن، دابا هذا البران هذا ديال البيع والشراء وكاير فيه الفلوس. شوف دابا الربح كاين اخاي سفيان كاين في الشراء ماشي في البيع. الربح كاين في الشراء. ماشي يعني بحال مثلا دابا يبقى يدخل بنادم الماركت بلايس كري كلاس وداك الشيء يبقى يشري ويعاود يبيع. لا خصك دابا انت على حساب شنو بغيتي تبيع، اذا كنتي تبيع شي حاجه مستعمله خذ هذوك السيتات طيح عليا على بنادم عنده كراج سير ولا شي حاجه وسير شري منه. خلي داك الشيء اللي راه تعاود فيه بيع. دابا عماد الخدمة ديالو هو أنه تيخدم في وير هاوس، قلت لكم أنه سوبرفايزر في وير هاوس. يعني هاد الوير هاوس هذا شنو كيديرو؟ كيبقاو يجيبو دوك الطلبات ديال النموذجيات
فاي حاجه كبيره يعني باكس كبير يعني فران ثلاجه فهمتيني وكاين شي مرات تعاود ليا كليمان انه كاين شي كليانات ما كيبقاش باغي هذاك الشيء يعني مثلا دومونديت انا واحد الفران يعني سيفطوه ليا فاش كيسيفطوه يجيبوه لعند هذا عماد كيمشي وهو الفرقه ديالو كيتكلفوا بانهم كل واحد تيفرقوا السلعه فين غادا تمشي الوغ كاينين شي كليان كيصوني تقول لك خويا متعطلتو ما كنتش باغي ديك السلعه ولا تقول صافي لغيتها ما كنتش باغيها الوغ كتبقى تما عوض ما يرجعوها منين جات ما تيرجعوهاش بزاف د الوقت وتقام عليهم غالي كيبقى صافي تيبقاو عندهم في الوير هاوس الوغ غير شنو كيدير كيولي يشريهم من عندهم من الوير هاوس ديالو بواحد الثمن رخيص وكيعاود فيهم البيع هادي واحد الحاجه اللي زوينه بزاف وذكيه واحد حاجة اخرى اللي بالنسبه للناس اللي كاينين هنايا وبغين يديروا هاد اللعيبه كاين واحد اللعيبه اللي سميتها ليكويديشن هادي عاوتاني كيتشري باليطات بحوايج كازيو ماشي حوايج يعني كارطونات ديال المايكروويف كارطونات ديال بزاف الحوايج في باليطه كبيره مدورين بلاستيك كاين اللي كيمشي كيشريهم وكيعاود فيهم البيع الوغ هاد الخدمه ولا هاد الفكره هادي يعني بحال اللي قلتي باش تبقى غير تبقى في راسك وكاي ديرها الجلب وتجاره من الحوايج اللي اي واحد تيبغيو لانها مربحه تقدر تكون فيها خساره ولكن اغلبيه الاوقات مربحه ما كاينش الخساره في التجاره الحمد لله شنو قلت لك انا نقول لا هو كتستعمل كدير ريسيرش تاعك على هاد السلعه اللي بغيتي تاخذ وكان عندك عليها الفكره ما يمكنلكش تشري انت شي حاجه وانت ما عارفهاش اصلا داك الكاستمر كيسولك عليها بعدا يا تفضل انا كيبان لي تشري شي حاجه كبيره في الحجم ديالها وتبيعها ولكل الربح ديالها كبار ولا تشري شي حاجه صغيره بحال اللي قلتي مثلا شي واحد كيقول لك ندير تجاره غير بالتيشيرتات ولا شي حاجه طال مخير بان لي انا تشري شي حاجه اللي بحال دابا حنا اللي عندنا هو في هاد النورت ويست يا في واشنطن هذا معروف بالاوت دور واي حاجه كتعلق بالاوت دورز يا كيمشي يعوم كيمشي هاي كيف الجبال داك الشيء كيبغي يهز البيكالا ديالو مور طانوبيل بيكالات اي حاجه سنو بوردين اي حاجه شريها انت بعض المرات كتكون لاسير مال كتشريها انت بالليكويديشن كتعاود فيها البيع عاود فيها البيع اجمل عماد هضره من الخميسات لا صحة الفليسات نادي بغا تسابق معاك اخي ايمن سبقاتك اخي ايمن وسبقاته اخيرا وصلنا عند خونا هاي يا سير او برافو ايمن Yes, sir. So enjoy. Okay. Yeah, sometimes Yakima we get this. Yeah, we have also like those for the kayak. Yeah, they are like still new, just in the box. So yeah. Yeah. Well, if you have anything, just text me all the time. أخيرا درنا له إحنا دبرنا لعيمة البيع أنت أخي عيمة مش مش قول ليش أنا ما دبرت شيء لا 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 برافو عيمة كاين والله إلا كاين يعني تبارك الله أرى قلت لكم هذا السيد هذا فشكل كيدير شحال من خدمة يعني ماشي غير شيء عنده واحد خدمة أخرى عاوتاني هذيك من بعد نديروا عليها شي فيديو ونمشيو إن شاء الله معاه شي مرة ونشوفوا كيفاش كيدير داك الشيء سو المهم تم البيع شحال بعنا هاد الباكسة بوحدة؟ 260 دولار اللي تبعت هاد وراه شي مرات عماد راه كيبيع حتى جوج ثلاثة حتى لربعة في النهار يعني هادي راه غي جاي باش يشوفني يعني راه ماجيش غير على البيع راه جاي باش شي حاجة شي حد جاي يعني جاي لعندي حيت هو بعيد عليا ساكن الوغ تيجي تيجلس معايا وكل شي مرات في الويكاند داكشي علاش جاي جينا مع هاد خونا هذا جاي واكل راجع واكل برافو عليك ونكملوا النهار ديالنا ونصوركم كيفاش كيدوز النهار في الويكاند نشوفكم في ساعة الخير اللي عرف شكون هادي عنده 5 دراهم معايا اش من نوع ديال الطوموبيلات يلا اللي عرف خونا بو طمروس بلا 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 ما تقول اش من نوع اخي ما نخليهم هما يقولوا اش من نوع ديال الطوموبيلات يلا الحديد عاوتاني هذا الطاكسي هذا الطاكسي اللي كيكمل قرايته طاكسي كبير هاي بصحة خي ما دام تحشمش اقول لي بصحة الرز والدجاج والبصلة سبايسز البروتين انا عاوتاني المهم من بعد اخوتي العزاز ما قصينا
الحمد لله خشينا في وجه هنا عمرنا كريشة شبع ساعة لماذا ولا مازال؟ ها؟ هنا في الميريكان كتاكل وكتدي معك للدار والله يا العم كلينا وبقالنا ذاك الليفت اوفرز اللي كتدي معك للدار. المهم اخوان واحد البلان تا هو غادي ندخلوا في هذا الفيديو مزيان اللي جينا حدا هنايا. بزاف ديال الناس منكم اللي كيسوني بزاف انني نبقى نمشي للستورات ديال الحوايج، ديجا كنت مشيت لواحد تيبيع دوك المستعمل ولكن دابا غنمشيو نشوف واحد جديد. تقريبا هو واحد هنا اللي كيبيعوا الحوايج جداد باثمنه رخيصه بزاف. هذا بالبنات عزيزي مال الصباط هذا الصباط هذا بشحال؟ $27 شكاره ديال التخييم واعره هذه واعره ديال التخييم اخي عيمات شحال هذه؟ $40 حاقرين علينا شو هذا الشيء كامل ديال العيالات؟ شو الرجال؟ عرفتي علاش؟ لان عارفين العيالات غير كيبقاو يخسروا في الفلوس هذوك تيوقفوا في راس الدرب تشرميل كذا جوينات غيبغي يعرف الثمن ديال هذه. انت ما غنساوكش عشيري الثمن ديال $12 يا سلام والله الا رخيصه على هذا المغرب. هذه هي ب 3000 ريال 4000 ريال في المغرب $20 هنايا غير ب 2300 ريال. شو قبيات شوف قبيات 100 درهم اخي عيمه 100 درهم كتحسب المغرب والله قبيات 100 درهم شي حاجه. دابا شوف انا كنقول الدرهم شحال واحد يبقى يقول لي ما تبقاش تقول الدرهم، ولكن اللي كيلبس الفراش فيا ما كيعرفش الدولار اصاحبي، يعني خاصك تشرح وتفرق. هي قبيه ب $30 قبيات ب 10 $12 $10 واش داد اصاحبي؟ مال على قبيه كي دايره هادي هادي سبون هادي بسرعه هادي اصبر دايره صح غنشوفو الثمن ديالها هاديك الا غيعرف الثمن ديالها $27 والله رخاصين برب. القميجة عاوتاني البياس صحاب القوامج كلاس غنشوفو الأثمنة ديال القميجات. القميجة تفسرين هاد واحد القميجة تفسرين خايب مادي نشوفو الثمن ديالها هادي بشحال ولي $10 اصاحبي. شوف على البياسة لا لا والله إلا البياسة بالرب هادي شو هادي شو كلاس دابا هادي عرفتي خي ديالي هادي رخيص على المغرب والله إلا رخيصة خي ديالي بالرب رخيص بزاف اصاحبي. واش البياس هنا غير مليون صاحبي حتى ما بقيتنيش كنلبسي وكاع اي بالعكس اجي تشوف شوف هما كيتفرجوا شوف البياس كي دايره صيفيه شحال دابا هادي؟ ولي ولي اجي تشوف الثمن ديال هاد البياسه هادي اجي $7 هادي سولتها في المغرب مؤخرا بحال كارتي بشحال؟ $120 $130 هنايا $7 إني أحب هذا البلد. رخا شكون قال والله إلا رخا الحوايج عندنا غير مرميين هنا صح والله إلا نبقاو نشريو نهبطو المغرب ونعاودو البيع في هذا الشيء هذا صح. شو الرخا شوف دركي كان الصبر ديالي اللي عزيز عليك الفانس شو الفانس عرفتي شحال كيبغيوهم الدراري في المغرب. أنا شوف أنا في المغرب هذوك كنت كنشريهم أخي كازيو من هذوك اللي كيجيبو نص مليون وشوف وتيكونوا محيين من لهنايا شحال كناخذ بحال هذا 200 درهم 180 تيقول الفري اجي نشوفو هي جديده فري ياك ما كاينش ناس تلعب كازا هاي 39 درهم 39 دولار والله لا رخيصه بالرب ولا البياسه كي دايره يا سلام يا سلام شكون خلع ثاني هذوك اللي خدامين في الحمام غير بغاو يعرفوا الاثمنه هذا $24 في زوان هذا اجي نشوفو شي حاجه اخرى ثاني هادو صحاب الليسي الليسي اجي تشوف الليسي شنو كيلبسوهم $32 ولي ولي واعره ساعه ونص الخدمه تشري بياسه فري تخيل معايا هذه في المغرب شحال كنخدم عليها في البني 3 ايام 3 ايام حيت ديك 3 ايام خاصني نشري قهوه ونقصي واعره خاصني 3 ايام ديال الخدمه باش نشري هذه البياسه هذه انا ساعه ونص هنا تقدر تخدمها غير بساعه اوروبا تيبان قال لك هادشي مقارنه مع اوروبا كيبان هادشي راه جديد ولي ولي العماد عماد جديد هادي بزاف هادي ولي 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 راه ما كاينش ماشي تشينو هادشي هذا وراه كازيو هادشي ماشي سلعه كازا هذا كلشي اوريجينال اوريجينال صاحبي هادشي هذا اجي تشوف خلنا اخوتي العزاز غير باش نصور لكم ونشوف الاثمنه شحال رخيصه. حوايج عندنا هنا رخاص في ميريكان بزاف يعني كلشي كيتكسى كلشي كيلبس هنايا. المهم غنمشيو دابا غنقصرو كولفازور غنعطيه التقييمه ديما كنفرعو كنشحطو مزيان يلا خيا عماد يلا احنا وصلنا لكولفازور اوي اوي اوي
تخيلوا معايا انا اللي كنغلبوا ديما شو بقات الكره وحده شوف انا شحال الكره باقا لي هو اي مدرا شحال خسرت يا ايمن لازمه شحال قول لي ايش قول اقول بقيتي كنتحرم مزيان 7 جوج واخيرا جينا للدار من بعد ما فرحتو مزيان عرفت القتله ديال لاصا هو جالس فرحان قال لك بداك الماتش الاول والماتش الثاني فرحان تبقى تقول كان هو الجوار وكذا اش من 3 جوج جوج صاحبي لا 3 3 انتحر فيهم كاملين لا واحد انتحرت فيه جوج سلختك فيهم جوج انتحرت فيهم لا واحد سلختك فيهم وواحد اللي سلختي ماشي سلختيني واحد غير خليتك تربح وجوج انتحرت فيهم هو خسر 7 وقيل له 8 المهم جينا للدار هذا كان ميني فلوغ ولا سميوه كيما بغيتي تكون فلوغ خفيف ظريف ترافيك عطيهم شي نصيحه خفيفه ظريفه ماشي شي نصيحه فيها 5 ديال الجملات الله يسهل الجميع اللي غنقول لكم شو الاخر عاوتاني شوف نبي شو الاخر شنو تيدير تي تمرمت تما يلا تهلاو في راسكم ما تنساوش بارطاجي بارطاجي وتاقي صاحبك والله يسهل عليكم سلام